السلام عليكم. قضية ولدنا أشرف حكيمي تقترب من النهاية، والمشتكية تعترف أو اعترفت بالحقيقة الكاملة. كل هذا وأكثر إن شاء الله سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. دعمكم أصدقائي. دخلت قضية الدول المغربي أشرف حكيمي منعطفا جديدا، وذلك بعدما غيرت المشتكية في الذي يتابع في نجم الأسود من أقوالها، ونفت الضحية أن تكون قد تعرضت للاغتصاب نافية تهمة الاغتصاب على الدول المغربي. وانهارت المدعية أيضا أمام المحكمة ونفت تعرضها لمحاولة الاغتصاب من قبل اللاعب حكيمي، رغم تشبت والدة المدعية بموقفها والاتهام. وأفادت صحيفة لوموندو الفرنسية بأن خيوط المؤامرة بدأت تنفرد تلقائيا، مشيرة إلى أن والدة المدعية زعمت على أن هناك جهات اتصال تضغط على ابنتها لتغيير أقوالها الأولى. في نظركم ما هو هذا الطرف الثالث؟ لا أدري، أنا شخصيا لا أدري، اكتبوا لي في التعليقات. ولنكمل، لقد انهارت أيضا المدعية أمام المحكمة ونفت تعرضها لمحاولة الاغتصاب من قبل اللاعب، رغم تشبت والدة المدعية بموقفها والاتهام أيضا. وأفادت صحيفة لوموندو كما ذكرت فرنسية بأن خيوط المؤامرة بدأت تنفرد تلقائيا، مشيرة إلى أن والدة المدعية زعمت أن هناك جهات اتصال تضغط على ابنتها لتغيير أقوالها الأولى كما ذكرت. واعتبرت محامية الدول المغربي فاني كولان أن ما حصل محاولة ابتزاز. وقالت في بيان: لاحظت من جهتي أن المدعية رفضت تقديم شكوى ورفضت الخضوع لأدنى فحص طبي أو نفسي، ورفضت مواجهة اللاعب أشرف حكيمي رغم أن الاتهام مبني حصريا على تصريحاتها. ما رأيكم أصدقائي في هذه القضايا الغريبة والغامضة التي أصبحت يعني الآن أصبحوا يبتزون ربما المغاربة المشاهير في فرنسا إلى آخره؟ ما رأيكم؟ شاركوني عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.